خد بالك احنا في لندن يعني اقدر اسجنك. يا محسن بيه احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ شوف يا محسن ايه حكايه الفلوس دي، حكايه مهمه جدا. يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصدروا تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا ام مصبي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي. عملت كليب واحد اتعرض مرة وتشال. تشال ايه؟ بس كان خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طب أنا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا أعمل لها شريط، نجح. نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه ده؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. في مصيبة بره. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الأداب؟ لا مش بوليس الأداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش شيء دشيش مين؟ اللواء شريط عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين؟ ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شوية. علينا مبلغ لا يذكر، حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. أنت اسمك إيه؟ فرج. يا فرج، هات الجيسترينج وحياتك. جسترينج، جسترينج، مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو عارف فيه بتاع في حته حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. بتلبسه فين ده؟ ها؟ بتلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب فاضل حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس.
وانا جاهز لك. اتفضل اتفضل. جهزنا خلاص؟ اه تمام تمام. فاصل على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه. وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وديكوا اتحفظ على القصر، يعني ضمنتوا حقكوا. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 لا، لكن الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم. إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة أهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا، أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس. يعني شوية شغل كده. يلا يلا. أيوة شوية شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني. صلاة النبي، شوف النار طالعة إزاي. شوف النار كمان، شوية نار حلوين. أيوة بس 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 كويس أوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين